الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. صدق الله العلي العظيم. نحن في أجواء سورة الحجر، في بداية الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم. قلنا أن هذه السورة المباركة مكية، وقد نزلت بداية علنية الدعوة الإسلامية، عندما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان الدعوة وخرج من الخفاء إلى العلن. ومن الطبيعي أنه عندما انتشرت أخبار الدعوة والرسالة بدأ المشركون باتخاذ مواقف جدا مخزية لهم. من تلك المواقف التهم. مرة قالوا إنه ساحر والعياذ بالله، ومرة قالوا إنه كذاب والعياذ بالله. وهنا يشير القرآن في هذه السورة أنهم اتهموه بالجنون والعياذ بالله. إنك لمجنون. طيب، عادة الذي ليس له الحجة، ليس له الدليل، لا يملك البرهان، يبدأ يشتم يسب، والذي عنده برهان ودليل يجلس على مائدة المناظرة والمباحثة بروح أريحي إن صح التعبير، بشفافية يجلس ويتكلم. أما السب والشتيمة والاتهامات الباطلة هذا لا يغني شيئا. العالم المتحضر اليوم أيضا يكره هذه الأمور، ولكن حتى في هذا العالم المتحضر نشوف تهم، نشوف افتراءات، أكاذيب. عادة الذي ليس له الدليل والبرهان يتوسل بهذه الأساليب ولا تنفع، بالنتيجة لا تنفع. الطريقة الثانية التي اتبعوها طلب المعاجز. أولا لازم نقدم مقدمة حول قضية المعجزة. المعجزة صحيحة لازم تكون، بدون معجزة لا تثبت دعوة داع يدعي أنه على اتصال بالله سبحانه وتعالى، هذا صحيح.
الناس عادة ليسوا مفكرين في درجة عالية حتى نقول احنا عندنا دليل وبرهان وخلص بعد، خاصة في قضية الرسالة والنبوة والإمامة أيضا. الذي يدعي أنه نبي يلزم عقلا وعرفا ويمكن شرعا أيضا أن يأتي بدليل. من يقول أنت نبي؟ وكذلك الذي يدعي أنه إمام، وكذلك من باب الجريز، وكذلك الذي يدعي أنه متصل بالإمام مباشر كما نرى في هذه الأيام هنا وهناك، برزت دعوات باطلة سخيفة جدا سخيفة بدون ذكر أسماء. أنا أستنكف أن أأتي بأسمائهم فوق المنابر. دعوات باطلة، هذا يقول أنا ابن الإمام، وذاك يقول أنا عن اتصال يومي عندي مع الإمام، وذاك يقول فلان سيد يوميا عنده قعدة مع الإمام ويشرب شاي مع الإمام. يعني خزعبلات عجيبة غريبة. ومع الأسف مع الأسف بعض البسطاء يعني يقبلون. ذاك اليوم جاني واحد في مشهد يقول امرأة هناك مدعية أنه زوجة الإمام ودد تجمع فلوس وذهب وفلان. دكاكين يعني، أو دكاكين مرتبطة بهنا وهناك يعني. عموما الذي يدعي النبوة ويدعي الرسالة وحتى الذي يدعي الوصاية للنبي، يدعي الوصاية للنبي إمام، لازم يعطي معجزة ما يخالف. ولكن مو أنه كل يوم قاعد النبي كل أعرابي يجي يقول له أريد معجزة، والثاني يجي أريد معجزة، والثالث أجد معجزة. يعني ما صارت الشكل يعني. أولا معجزة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، المعجزة الخالدة، فما يحتاج إلى. طبعا كان عنده معاجز، واحد في كتاب قايل أنه معاجز النبي آلاف أصلا، شق القمر، ما أدري الشجرة التي تحركت بإذن رسول الله، هواي أكو معاجز. بس مو أنه كل يوم قاعد النبي يقول جيبوا لي معجزة، واحد يجي أي أعرابي أي قروي يجي يقول أريد معجزة أريد معجزة، هذه مو صحيحة. طلب المعجزة أساساً صحيح حتى تثبت النبوة، حتى تثبت الإمامة، غير هذا ما عندنا. إحنا عالم يجي يقول لنا مثلاً أنا عندي ارتباط مع الإمام الحجة وعندي وسائل، هذا من الأول كذبة أصلاً، لا تطلب منه معجزة أصلاً، أنت كذاب أصلاً. ليش؟ لأنه واكو في عصر الغيبة ماكو واحد عنده اتصال مع الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. نعم يمكن هو يشوفه مثلا للبركة ما يخالف، أنا شو علي. أما عند ارتباط يجيب خبر ويدي خبر ويعطي أوامر، هذه ماكو عندنا. من ادعى مشاهدته فكذبوه. فقط في الإمامة وفي النبوة نعم نحتاج إلى معجزة. هذا كمقدمة أريد أقول حتى نفهم الآية شنو. من الأشياء التي كانوا يطلبونها المشركون، يطلبون من النبي أنه جيب لنا ملائكة، هم يدرون أنه ملائكة أكو، عندهم عقيدة سابقة، وبعضهم كان يعبد الملائكة، أكو في الجزيرة العربية كان من يعبد الملائكة أو يعتبرها بنات الله والعياذ بالله. خب جيب لنا ملك. الجواب أنه أولاً خلقة الملك مو الملك، ملك يعني سلطان بالفتح مفرد الملائكة،
خلقة الملك غير خلقتنا أصلا، كما أن خلقة الجن غير خلقتنا. نحن من التراب، الجن الله يحفظ المؤمنين منهم حتى لا نزعلهم، من النار، وخلقة الملائكة كما يقال من النور أو شيء آخر، المهم مخلوقين يعني، بس خلقتهم غير خلقتنا. وأساسا لا يمكن أن يروا. الآن أفصل، طبعا ممكن بطريقة ثانية، بهيئتهم لا يمكن أن يروا الملائكة بهيئتهم الحقيقية يعني. خب أنت إذا تقول هالشكل يعني النبي ما كان يشوف، أنت أولا استثني النبي والإمام المعصوم، ذاك استثناء بقدرة الله، بإذن الله يمكن أن يرى بهيئته الحقيقية. وعندما كان يأتي جبرائيل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يجي بشكل شنو؟ رجل، ويقال أنه كان يأتي بهيئة الدحية الكلبي، رجل من أصحاب رسول الله، كان إنسان طيب، كان يجي بشكل دحية. وأكو قصة لطيفة فيها الصور سامعيها، أنه في اليوم أمير المؤمنين دخل على رسول الله فشاف رسول الله مخلي رأس الشريف على فخذ دحية الكلبي، خب مثل نايم مثلا يستريح، فوقف هكذا حتى لا يزعج النبي. دحية شاف الإمام، قال له تعال يا وصي رسول الله خذه فأنت أولى به. اجى أمير المؤمنين أخذ رأس الرسول وخلاه على فخذه، دحية طلع، النبي فاق من النوم، قال يا علي من كان هذا؟ طبعا في الظاهر ولا علي بن أبي طالب يعرفه، قال هذا دحية، كنت أنت نائما على فخذه فأعطاني مكانه وهو راح. قال يا علي إنه جبرائيل أتى عندي، وعندما دخلت أنت أخذته الهيبة، أنا أقول أخذته الهيبة، وقال أنت أولى به يا وصي رسول الله. المهم إذا كان الملك ينزل لا ينزل بهيئته الحقيقية حتى عند رسول الله، إلا في بعض الأحيان ينزل بهيئة رجل، الله يجعله في هيئة رجل. أيضا الذين أتوا إلى إبراهيم، تذكرون قصة إبراهيم حكيناها، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ما أدري منه، هذول أجوا إلى إبراهيم وذبح لهم ذبيحة وقدم لهم أكل، توجس منهم، شاف هذول ما يأكلون، بعدين تبين هذول مو بشر، هذول ملائكة، فكانوا ينزلون بهيئة بشر. طيب الآن السؤال، المشركين يطلبون شنو؟ يطلبون ملائكة، مو شكل؟ يطلبون ملائكة، يشوفون الملائكة، لأن الآية شنو تقول؟ تقول لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. جيب ملائكة، الملائكة شلون تجي؟ تأتي بهيئة رجال، ما تأتي بالهيئة الحقيقية، فيصير هذا شنو؟ نفس الشيء صار. الآن إذا أجى واحد يقول أنا جبرائيل مثلا بهيئة رجل، خب شنو؟ بهيئته الحقيقية خب ما يجي، فأيضا الإشكال يبقى، أنتم تريدون معجزة، هذا مو معجزة، يدخل بهيئة دحية الكلبي، شنو الفائدة؟ أكو آية قرآنية أيضا تشير إلى هذا المعنى في سورة الأنعام، يقول سبحانه وتعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. هم كانوا يقولون ليش القرآن جاي وحي، وحي يعني جبرائيل يأتي من قبل الله يقرأ آية على النبي، النبي يحفظها يعطي لعلي بن أبي طالب أو لكتاب الوحي يكتبه، هذا يصير قرآن. هم قالوا نريد كتاب نشوفه،
نلمسه، ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لمسوه، شافوه كتاب جاي، لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. من يقول هذا الكتاب من الله؟ هم يمكن يقولون سحر مبين. وقالوا، شاهدنا في الملائكة، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني على رسول الله نفس الشيء، لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر. هاي لقضي الأمر خليها في بالك بعدين أشرحها، لأن هناك يجي ثم لا ينظرون بعد ما يبقون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. شنو صار؟ إذا نريد ننزل ملك لا ننزله بهيئته الحقيقية، ننزل جبرائيل بهيئة منه دحية الكلبي، فشو الفائدة؟ ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ملابس، قاط، عمامة، عباية، يطلع مثل آية الله يجي مثلا. شو الفائدة؟ هم نفس الشيء صار. بعدين يقول يا رسول الله وقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا ما كانوا، يعني ما يفيدوا يا هذول، ماكو فائدة. خب نرجع إلى الآية، فشنو صارت المقدمة؟ المقدمة صارت أطول من ذي المقدمة. المقدمة أنه كانوا يطلبون نزول ملائكة، إذا تنزل الملائكة على شكل بشر وما يفيد، لأن يقول ماكو فائدة، يقول هذا دحية الكلبي، هذا أبو فلان، فما يفيد، لازم ينزل على شنو؟ بشكله الحقيقي. لا يمكن نحن البشر، لا يمكن أن نرى الملك الذي خلقته خلقة نورية، لا يمكن أن نراه بهيئته الحقيقية. أما إذا رأيناه بشكل بشر حتى لإتمام الحجة العذاب ينزل، يعني الحجة تنتهي. بعد نقرأ الآيات، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا، شوف شلون يعني حالة استهزاء وعنجهية عند قريش عند المشركين. وقالوا من؟ يعني المشركون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ما يقولون يا محمد يا مصطفى يا أمين يا ابننا أنت ابن قريش ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، انت اللي يريد يستهزئ، انت اللي ما تريد تستهزئ، مو انت عفوا، اذا واحد يريد يستهزئ باحد يقول انت اللي حكيت البارحه كذي، مو شكل، ما يقول انت تعال نقعد مثلا. شوف من الاول الحاله غير طبيعيه، حاله تهكم استهزاء سخريه، مو حاله واحد مؤدب. طبعا هذا كله درس إلناها، يعني اللي تروح عند عالم، تروح عند خطيب، عند واعظ، ليش باستهزاء تروح؟ اذا عندك سؤال بأدب. هاي صايرة ويانا، يجي يريد يستشكل من الاول، يجي يبدأ بالسخرية. هاي شنو هذا؟ انت تجي تريد تسأل مسائل شرعية، عندك اشكالات، عندك شبهات، ما يخالف، بأدب، بتواضع، بحالة استفهام، ما مو حالة استنكار، مو حالة استنكار. هذول هي شكل كانوا، تهكم، سخرية. شوف العبارة، العبارة دقيقة، ها يصور حالة المشركين عندما كانوا يأتون إلى رسول الله، يا أيها الذي نزل عليك الذكر، عفوا عليه الذكر، أنت اللي تقول أن القرآن نزل عليه، ما يقولون الله نزل عليه الذكر. كل العبارة شنو؟ عبارة استهزاء وسخرية. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، وشنو استدلال عندك أيها المشرك يا أبا سفيان يا فلان يا فلان؟ لا، إنك لمجنون، خلاص
خوش دليل هذا، خوش استدلال. العالم نفس الشيء تراها، احنا دائما نطبق الآيات على عصرنا، يجي يستهزئ بالدين رأسا يقول هذا خرط، تقول له بابا هذا استدلال بي، برهان بي، تعال نقعد نتباحث، حتى في الجزئيات اكو استدلال، مو في الكليات. في الكليات احنا الحمد لله عندنا استدلال في عقائدنا الكلية عقلا وقرآنا وحديثا، احنا اقوياء الحمد لله في مذهبنا. اذا تريد للصبح علماءنا يقدرون يقعدون يجيبون أدلة على التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة وكل شيء عقلا ونقلا، ما ينقصنا شيء. حتى في الفروع عندنا، حتى في الفروع في الأحكام الجزئية يعني، هسه بعضها واضحة بعضها مو واضحة. ليش صلاة الصبح ركعتين؟ ما ندري. أما ليش الخمر مو زين؟ ندري هم علميا وهم شنو؟ قرآنا وحديثا. ليش الخنزير حلال حرام وهكذا؟ ليش الحجاب واجب؟ نفهم، لأنه لا تصير استهتار وخلاعة بالمجتمع. ليش كذي؟ لأن حتى الطلاق لا يصير. عندنا أدلة، بس هذا اللي ما يريد أدلة شو يقول؟ أنتوا يا رجال الدين أنتوا حاجيكم هيك خرط. هذا مو استدلال. المشركين هم نفس الشيء، يا أيها الذي نزل عليه القرآن، بصيغة المجهول يجيب، مو أنزل الله عليك القرآن، يا أيها الذي نزل عليه الذكر، ذكر يعني القرآن، إنك لمجنون. خلاص سكر المعادلة، بعد ماكو بحث بعد. يعني واحد إذا يجي عفوا يسبني، أنا أقدر أتباحث وياه؟ آخر شيء أقول له الله يغفر لك، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. ماكو استدلال بعد. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، مرة يقولون مجنون، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون كذاب، مرة كهنة كاهن هذا، وهكذا. يعني ماكو أي دليل عليه، أو يستبعد شلون هذا العظام الله يرجع يوم القيامة، واخذ له بيده عظمة جاي عند رسول الله، أنت الذي تدعي بالمعاد وأنه كلنا نرجع، هذا العظام المفتت شلون الله يرجعها؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يعني ماكو دليل وبرهان. خب بعد شتردون يا مشركين لو ما، يعني لو ما يعني يا ريت تجيب لنا، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. أنت اللي تقول أنا عندي ارتباط بجبرائيل وميكائيل، هم كانوا يعرفون هالأشياء. طبعا المشركين لعلمكم ما كانوا ملحدينها، بس مو دفاعا عن العرب ده، نقول أكو ملحد أكو مشرك. الملحد الذي لا يؤمن بأي شيء حتى بالخالقية، يعني يقول ماكو، هاي صدفة كلها، هذا بعد هواي مخبل. مرة لا يؤمن بالخالق ولكن يجعل له شريكا، يجعل الأصنام شريكا له، شركاء له. المشركين العرب كانوا يؤمنون بالخالق، أنه أكو خالق. ما ننزل ولو ما ها، فكانوا يفهمون الملائكة شنو، أكو ملائكة أكو جبرائيل، سامعين من أهل الكتاب. خب يا رسول الله أنت اللي تدعي الرسالة والبعثة والنبوة والارتباط بالسماء، جيب لنا ملك نشوفه إحنا. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، إذا أنت صادق جيب لنا ملائكة. الجواب وين حكينا؟ في أول البحث قلنا الملائكة إذا تنزل وتنزل بهيئة رجال وماكو فايدة. فد رجال الآن يدخل هنا يقول أنا ملك، ومن يقول أنت ملك؟
إذا يأتي بهيئته الحقيقية، إذا هالشكل لا يمكن. ليش لا يمكن؟ الآن الجواب: ما ننزل الملائكة إلا بالحق، وما كانوا إذن منظرين. سنة الله سبحانه وتعالى، إذا تنزل الملائكة، عندما تنزل الملائكة حتى بصورة بشر للاحتجاج كما في قضية لوط عليه السلام، إذا بعد ما يبقى شيء، همزين ما يجون، مو شكل همزين الملائكة لا تنزل علينا، لأنه سنة الله. إذا أتت الملائكة وعرفنا أنهم ملائكة، ولا نقبل من النبي، إذا واحد ما يقبل من النبي أو الإمام معناته خلاص العذاب ينزل، عذاب الاستئصال، كما نزل على قوم لوط. تذكرون القصة بعد، وراح يجي اسمه أيضا في هذه الآية، في هذه السورة. اجوا الملائكة فتجاوزوا، أرادوا أن يتجاوزوا عليهم، قصة معروفة. بعدين شنو صار؟ نزل العذاب خلص بعد. هذه سنة الله، أنه المعجزة المهمة نزول الملائكة، إذا صار بعد ما يبقى حجر على حجر. فالنتيجة ستصير، النتيجة أن عدم نزول الملائكة أيضا لطف من الله. ملتفتين شنو صار؟ عدم نزول الملائكة لطف من الله على البشر حتى يمكن يهتدون. هو النبي إلوش جاي، جاي رحمة للعالمين. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، كان رؤوفا بقومه، رؤوفا بالمؤمنين. فشنو يصير إذا الملائكة إجوا وجماعة قريش والمشركين ما يقبلون؟ شنو يصير؟ العذاب ينزل، والله ما يريد يجيب عذاب. الله لطيف بعباده، يريد يبقى يبقى يبقى، يا ريت فد واحد اثنين أربعة خمسة يهتدون. واضح؟ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. الله يقول ما ننزل الملائكة إلا بالحق، يعني وقت الحق. إحنا المفسرين مختلفين في كلمة الحق شنو، أغلبهم يقولون وهو الصحيح أنه يأتي وقت اللي بعد الحجة تنتهي، وقت المعادلة بعد تنتهي خلص. وما كانوا إذن منظرين، يعني إذن يعني في ذلك الوقت، وقت شنو؟ نزول الملائكة. في وقت نزول الملائكة بعد مو منظرين. منظرين شنو يعني؟ يعني ماكو مهلة بعد، لم تبقى مهلة لهم، العذاب ينزل. هذا ما نفهمه من الآيات الكريمة. احنا هالسنة مقررين انه قليل نقرأ، رعاية لصحتي وصحتكم، عندكم ما عندكم خلق همات، ولذلك نختصر. الموعظة الأخيرة كعادتنا في كل ليلة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خصال. أنت إذا ردت تسوي معروف لشخص، تعطيه هدية، تعين فقيرا، تسوي مائدة، سفرة رمضانية، إفطار، ما يخالف أي شيء تريد تسوي معروف، مؤسسة خيرية تريد تسوي، سلات رمضانية تسوي توزع على الأيتام والفقراء، كل زين، بس عنده شروط، أكو شروط بها. بعض الناس هاي الشروط ما ملتفتين إلها، فلا يتم المعروف. أنت تعبت وسويت وصرفت فلوس والوسطاء تعبوا، آخر شيء ما كنا نتيجة. هذه مهمة ترى، أنتم أهل الخير، بارك الله فيكم، خلوا معروفكم يصير متمم أو تام، يقبله الإمام الصادق بهذه الشروط. لا تزعلوا مني، هذا مو من عندي، عجيب. عن الإمام الصادق صلوات الله عليه: لا يتم المعروف إلا بثلاث خلال، ثلاث صفات لازم بيها.
أولا تعجيله. يعني احنا قريزاتنا هواية هالسنة، يريد يسوي خير، هاي يقول باكر عقبه، هاي تخابره، هاي تقول له ان شاء الله ان شاء الله. بابا عجل بعد، خير البر ما كان عاجله. لا تسوف. ليش؟ لانه من يقول انت تبقى اصلا؟ من يقول انا ابقى؟ ما معلومة. لحظة ونروح. تعجيله. خب هذا زين. ثانيا وتقليل كثيره. انا مسوي كذي ومسوي كذي ومسوي كثره. حتى اذا هو كثير قلله في نظرك، قلله. يعني انا مثلا دافع افرض 1000 دينار لمشروع، في نظري 1000 دينار هوايه. طبعا اليوم 1000 دينار مو هوايه، بتفكروا هوايه 1000 دينار دافع ما يخالف، بارك الله فيك. في نظرك يقول هذا هوايه قليل، انا ما مسوي شيء. الله يقول بارك الله فيك، انت قدها، والله يرزقك اكثر بعد، ولئن شكرتم لازيدنكم. وتقليل كثيره. تقليل كثيره مو بس عند الناس، عند الناس خل لازم اصلا متراوي نفسك، اصلا في الخفاء لازم تعطي، مو رياء تسوي. لا، حتى في نفسك انت وربك قل يا ربي انا قليل اعطيت، مع انه بالنسبه لامكانياتك 1000 دينار كانت زينه يعني، بس قول قليل هذا حتى لا تفكر انت مسوي شيء يعني. وتقليل كثيره. الثالث وترك الامتنان به. الله، يعطي للفقير ويمن عليه. لا تبطلوا صدقاتكم، عفيه خوش حافظين الايه، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، منه يخلي أليه أو يأذيه، يعني باطل صار، ما صار شيء. نكرر: تعجيله، تقليل كثيره، وترك الامتنان به. لا تخلي منه، المنة من الله سبحانه وتعالى، حيث هو الذي وفقنا على عمل الخير، لولا توفيقه لما كنا هالشكل. اولا هو اعطانا امكانيات. اكو حديث لطيف هم عن الامام الصادق صلوات الله عليه، يقول اذا اجتمعت 3 اشياء عند الانسان توفيقه يصير كامل. اولا الله يعطيه امكانيه، اعطيته امكانيه، انا عندي فلوس بس ما اريد ادفع، ما يفيد. فاول شيء امكانيه، ثاني شيء توفيق انفاقه، هذا من الله. ثالثاً أن تجعل في موضعه، يعني تجعل في موضعه اللازم، يعني مو في مكان غير لازم غير صحيح، هناك يكتمل التوفيق. فكله من الله سبحانه وتعالى. أنا منين أجيب؟ من الله. من يعطيني توفيق للعطاء؟ الله. من يدليني على الموضع الصحيح؟ الله. فشنو أخلي امتنان بعد؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتوفير هذه الشروط في معروفنا للناس إن شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله.